السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الإمري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله قلت أصور لكم بقى إيه وأنا وحظي اليمن البلدي. ما شاء الله باضت أول بطين تاني بعد البطين الأولانيين اللي إحنا حطيناهم تحت الإمري وباظوا، دول باضوا بطين تاني. فأنا بصراحة كل ما بتشوفني بتقوم من على البيض، فاستغليت وهي قامت من على البيض وخايفة، فقلت أصور لكم وأعمل لكم إيه فيديو. زهقنا من القمر شوية قلنا نغير نجيب يام بلدي ونشوف عمل ايه. دلوقتي اهو خد له زاوية في القفص اللي انا كنت عاملها له، وما شاء الله لم برسيم كتير ناشف اهو، وبيضت بيضة وبعدها البيضة التانية، بس مرضتش اصور وهي بيضة البيضة الاولى عشان ايه ما تخافش. فلقيتها بيضت البيضة التانية ولقيتها ما شاء الله راقدة بقالها 3 4 ايام. فكل ما بصراحة ما اقرب احط لها مثلا اكل او مية لقاها برضك خافت زي كده وقامت من على البيض جري وقعدت تطير في القفص. طبعا عارفين اليمام ده بيبقى جبان شوية وعلى طول مقلق كده وعلى طول في رهبة كده. فما شاء الله طبعا بعض البطين هم والبطين ما شاء الله كويسين ولا من غير فيتامينات ولا كلسم ولا عناية ولا اي حاجة، هي والله بحط لهم مية واكل واكتر جوز انا هامل فيهم يعني. بس ما شاء الله سبحان الله يعني هم واخدين على البرية وكده، مش زي الإمري حنين شوية. برضك الإمري في البرية وكده وكل حاجة، بس سبحان الله في طابع برضك أو في دم اللي هو إيه في الطيبة في الحنية، غير ده طبعه جبان شوية بيخاف من أي حاجة يمكن من خياله كمان. فده بيسموه أصلا كذا اسم، يمام النخيل ويمام الصحراء ويمام البلدي، وناس تقول عليه بالبلدي اللي بيعشش في الشجر وبيعشش في المناور بيعشش على اي حاجة لا يعشش فيه. فده ما شاء الله جوز زي ما انتم شايفينه اهو، طبعا الدكر بيتمزع نتاب كبر حجمه ودماغه كبيرة ونتاب طبعا بتبقى صغيرة شوية ودماغها صغيرة، جسمها يعني قليل شوية ودماغها صغيرة ولونها بيبقى غامق غير الدكر بيبقى جسمه فاتح. وغير كده كمان النتاية تلاقي عند سحبة وشها كده رفيعة ومنقرها طويل، غير الذكر بيبقى عريض شوية وبقه قصير سن. والشكل العام بتاعهم أصلا بيتعرف على طول، اللي انت تشوفه تقول ده ذكر وده نتاية، حتى لو انت رايح تشتري من أي حد بص الفرق يا جماعة. يعني اللي على الشمال هي النتاية بتبقى غامقة وجسمها قليل ودماغها صغيرة، واللي على اليمين ده بيبقى جسمه عريض ولونه فاتح افتح من النتايه ودماغه بتبقى عريضه، ده بيبقى الدكر والنتايه في ايه في اليمن البري ده. طبعا ده ما فيش مشكله في تربيته برضك، اكله كلفة الحمام الميه بتاعته القش اللي انت ترموله او طاجن تحطه له، ويفضل ده تربيته في جماعات طبعا بيبقى منتج احلى ما يكون معمول في قفص. يعني انا بصور الفيديو ده بقول ربنا يستر ممكن ما يرقدش على البيض تاني. واد البطين اهو يمكن غمقوا سنه بقاله 4 5 ايام اهو، ولما القش اهو مظبطين، بس الله اعلم بقى هيرقدوا تاني زي كل مره ولا لا. خدتش منهم غير مره واحده وبعد كده ايه مخدتش حاجه تاني، بس هما في البيض بيبيضوا كتير. وطبعا برضه في الحضانه بتاعت البيض بتاعته من 18 يوم لحد 25 يوم على حسب درجه حراره الجو والجسم، اذا كان في الشتاء بيقعد برضه ل 23 و24 يوم، في الصيف ممكن يقعد 18 19 ل 20 يوم. وطبعا بيطلع برضك الزغاليل ويأكلها ويقعد معاهم مثلا الفترة بتاعته، وتلاقي الشغل وراه تاني ومنتج ومش وحش، وفي ناس بتتبعه وفي ناس بتصطاده وفي ناس بتاكله، يعني بينفع برضك ايه شغله وحاجات كتير. هو برضك في المتناول برضك وسعره مش غالي في السوق دلوقتي، وصل كان اول 10 15 و20 و25، وصل دلوقتي ب40 و45 و50 كمان، من في ناس بتصطاده وكده فبدأوا يغلوا السعر وكل حاجة زي ما بقولك بتغلى. أنا سأل عليه السوق في مرة لقيته بجوز ب40، فبرضك الهاوي ممكن يجيب مجموعة دام سعرهم حلو كده، يعمل لهم أوضة كبيرة أو تقفصة كبيرة جدا، وبيحب هما ما بيحبوش الحركة الكتير أو يعني مثلا كل شوية تبص عليهم كل شوية تتعلم، ودول عايزين مية وأكل لو حطيتهم في أوضة عايزين ميه واكل وايه وتسيبهم براحتهم في الاوضه، والجو بقى اللي انت تخيله بقى الصفايح والاقفاص
ولو شجرة ناشفة كده في نص الأوضة كده تحطها وتضلمه عليهم، مفيش غير شباك صغير تهوية كده، تلاقي منهم أحلى إنتاج. عشان ده اللي أنا شفته عند واحد صاحبي بصراحة عامله، وينتجوا كتير وبايضين كتير وفاقسين ومظبطين له الدنيا خالص، مغرقينه. اليمن البري ده مش هيعمل قمر كمان، ومناعته قوية جدا، وقاعد معاه وبرضك مش هو حرات الأكل، بيدق له عيش وبيحط له عيش مبلول، بيحط له رز مستوي، وبيحط له كلفة حمام، أي حاجة دايس فيها بحيث اللي هو إيه واخد على الطبيعة. يقول له أنا حطيت له الحاجات دي عشان طلع مرة لا يمام أصلا بياكل عند إيه الطيور بتاعته فوق، فبدأ إيه يحط له الحاجات في الأكل ده. فأنت حط له يعني وما تقلقش منعته، كله برضك يربيه وكله يجرب، مفيش أي مشكلة، بعيد عن الإمر خالص، تربيته زيها بالظبط، مفيش أي مشاكل فيه. ممكن برضك تلاقيه عند أي بتاع عصافير، ممكن تلاقي منه بيبيع برضك، أو أي حد بتاع بيبيع حمام بس بتلاقي عنده اليمام ده. ولو عرفت تصطاده اصطاده، مفيش أي مشاكل فيه، في مصايد بتتباع ليه، في برضك ناس بتبيعه في سوق سيد عيشة كتير جدا، يعني مش قليلين. طبعا انا حبيت اوريهولكم النهارده بابايا ده والبطين اهو، وربنا يسهل بقى ويرقد عليهم كم الرقود بعد الحركه الكتير دي كلها. مش عارف بصراحه هيرقد ولا لا. قبل كده باب برضك البيض البطين قبل البطنه دي ما رقد يومين، وبعد كده سابه وقعد يومين ما رقدش، حطهم تحت القمري باظوا، حتى لسه راميهم من فتره برضك ما نفقوش تحت القمري. ربنا يسهل، وبرضك تربيته لذيذة وحلوة، بس هو اللي متعب شوية بس في الإنتاج. لو جماعي وكده هيشتغل معاك، لو في قفص بقى انت وإيه وحظك زي كده، بحطه كل فترة جامدة إيه ما يحس بهدوء وراحة بيبيض. فبرضك الأكل والمية بتاعته ما بحطهم له عشان جوه داخليين جوه، فإيه فالخوف بيخاف شوية يعني. ماشي يا جماعة، نبص بقى على جلسة الكلسم اللي احنا عطيناها لليمام الإمري. ما شاء الله بدأ الريش ينبت اهو، بقاله 3 أيام بحطلهم والريش بدأ ينبت في ظهرهم. ده الأب طبعا لونه محمر عن النتاية، مطوعة ما شاء الله. طبعا الفوتروب ممتاز جدا للكلسم للطيور، اذا كان العصافير او يمام او حمام، كلسم شديد جدا ما شاء الله عليه. ومجربه من 3 أيام، جسم الزغلول اهو منه برضك زغلول، الريش على طول انبت في ظهره ده والتاني اهو. وبس انا كنت عايز امسكهولكوا، بس هو بياكلوا، حرام اللي انا ادخل ايديا وامسكهم واشدهم من بقهم. في جوز اهو الدكر بند على النتايه واقفه جنبه اهو. دول طبعا دول كده عايزين تقفيصه لوحدهم بحيث ان هم ايه يشتغلوا مع حد. الدكر الاحمر النتايه طبعا. ما تنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناه ليوصل كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.